حقيقة هذا المؤتمر يهدف إلى الحياد المناخي حتى عام 2050. طبعا تنظيم المؤتمر تنظيم بشكل سنوي، ولكن لاحظنا أن هذا المؤتمر الإقبال عليه ضعف المؤتمرات السابقة وفي السنة المؤتمر نفسه في السنوات السابقة. حقيقة عندنا متحدثين من دول عدة من كافة أقطار العالم، عندنا كذلك مشاركين جايين من قارات العالم. الحمد لله المؤتمر يتكلم عن الاستدامة، تغير المناخي، وكذلك يتكلم عن طرق ووسائل الحياد المناخي حتى عام 2000. في مبادرات عدة مدن في المنطقة وفي دولة الإمارات طبعا حاولت أن هي تقدم مبادراتها وقدمت رؤيتها حول الحياد وحول الاستدامة، مبادرات جديدة. أقدر أقول أن هذه المدن أول مرة تتكلم عن هذه المبادرات في هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر يعد كنقطة بداية حق مؤتمر الاستدامة العالمي اللي دولة الإمارات بتنظمه COP28 إن شاء الله السنة القادمة بإذن الله. الكل يتطلع لدولة الإمارات، الحمد لله دولة الإمارات سباقة، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء سباق في هذا المجال، ويقود المنطقة والمجالس الأخرى في المنطقة وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة. لدينا 15 سنة خبرة الحمد لله، وهذا المؤتمر صار له 10 سنوات، فمتقدمين كالعادة الحمد لله فضل من الله على غيرنا. الأبنية الخضراء طبعا الاستدامة في عدة مجالات، وفي المبنى نفسه هناك عدة عناصر تقدر تشتغل عليها على أساس أن المبنى يكون أخضر والمبنى يكون مستدام. فمن العناصر التكييف، الإنارة، الماء، الأسمنت، الحديد، عناصر يمكن 150 عنصر تقريبا تقدر تشتغل عليه في المبنى نفسه بحيث أنك أنت يكون المبنى بشكل مستدام، مبني بشكل مستدام. فالعناصر هاي كثيرة، الإنسان أو صاحب المبنى أو صاحب الوحدة يقدر يقرر من نفسه ما هي العناصر اللي هو يفضل يشتغل عليها بحيث أنه تعود عليه بالنفع لاحقا في الاستهلاك. في دولة الإمارات مدينة دبي أعلنت الماستر بلان ل 2040، ومدينة عجمان أعلنت مبادرتها مدينة ال 15 دقيقة. في المنطقة أنا متأكد أن هناك مدن أخرى سوف تعلن عن مبادراتها إن شاء الله مثل. فأعتقد أن المنطقة مركزة على الاستدامة والحياد المناخي، وهذا سوف يقودنا، والعالم يلتفت بأنظاره إلى هذه المنطقة ومبادراتها الحمد لله. العالم سوف ينظر إلى دولة الإمارات في COP28 في عام 2023، لأن عادة الإمارات تفاجئ الناس بمبادراتها وحقيقة مشاريعها وكذلك المشاريع اللي هي على أرض الواقع. فالكل سوف ينظر ويتطلع لمبادرات دولة الإمارات ومفاجآتها إن شاء الله.